حيدر رحمة الله عليه أيضا كان من الداعمين لنجلة بأن يكمل مسيرته الرياضية وأشقاء أيضا. جول 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 علي كريم، هذا هو البديل، يسجل الهدف الأول لنادي الحدود. نعم، هنا يتخطى الحدود، هنا بميسان يكسر القيود علي كريم حسين البديل، يسجل الهدف الأول لنادي الحدود للفريق الضيف. الضيف يسجل أول أهداف في المباراة بعد محاولات عديدة. أسيست جميل بتمريرة رائعة وراسية إبراهيم غازي وتسديدة علي كريم بمقصية أسكنها الشباك، سجلت الهدف الأول لنادي الحدود يكسر القيود. نعم، أسكنها الشباك ويسجل أول أهداف في المباراة لنادي الحدود وعن طريق اللاعب علي كريم حسين، الهدف الأول لنادي الحدود. 1 للحدود، لا شيء بالتنفيذ. علي لطيف هو على التنفيذ، يلعب هذه الكرة الثابتة، هنا عدت، جول جول، عادت الأمور. نعم، ونفط ميسان يسجلون هدف التعادل بخطأ من ألكسندر. لا لا لا، عادت المباراة لتكون كفة بكفة، 1 نفط ميسان، 1 الحدود. حضرنا من الكرات الثابتة. نعم، غلطة الشاطر بلف وغلطة المدافع أو الحارس تكلف هدف، وألف ألكسندر يوني. نعم، هذه الإعادة، شاهدون الكرة الثابتة لعبت، وهنا إبراهيم غازي حاول أن يبعد الكرة وألكسندر يوني أسكنها شباك فريقه. هدف بنيران صديقه يأتي هدف التعادل لنادي نفط ميسان، هدف للحدود، هدف لنفط ميسان. عادت من جديد المباراة للتعادل ما بين نفط ميسان والحدود. ألكسندر هي من البداية، هي من البداية يا كرار سالم. نعم، من البداية، من كرار غازي، من إبراهيم غازي عفوا، بعد ما عاد الكرة أراد ألكسندر يولي أن يبعدها لكن أبعدها بالخطأ وأسكنها شباك فريقه، وعادت الأمور للتعادل مرة أخرى.